معنا عبر الهاتف مدير العلاقات والإعلام في المرور العامة السيد أو العميد عمار وليد. أهلا بك سيادة العميد. تساؤلات كثيرة على قانون المرور الجديد، أولها هل سيطبق على المواطن فقط أم على أصحاب السيارات الأخرى؟ تفضل. أولا مساء الخيرات عليكم وعلى كادركم وعلى جميع مشاهديكم الكرام. أنا حقيقة سمعت بعض المقتطفات من ردود أفعال المواطنين، يعني قد أعتقد أنه ردود الأفعال إحنا أيضا أخذنا ردود أفعال، البعض كان مؤيد والبعض كان معارض، والمعارض هو من حقه يعارض، هاي حرية رأي. لكن لماذا نستبق الأمور؟ لماذا ركزوا على المخالفة يطبق على الفقير؟ وهل رأوا تطبيق رجال المرور القانوني الجديد وأصبح للظلم؟ فرجال لا نستبق الأمور. ثانيا القانون الشريعة ليس ليوم ولسنة، القوانين تشرع بسنوات قادمة. نعم مستلزمات الطريق نحن بحاجة لها، هناك بعض المخالفات بحاجة ضرورية إلى مستلزمات الطريق، منها عبور المشاة. نعم. عبور المشاة ومناطق بغداد الأغلب منها لم تخطط مناطق عبور مشاة، وبعض المناطق بها علامات لعبور المشاة وليس تخطيط. لكن أين المواطن هذه العلامات؟ هل يدرك ما هذه العلامات؟ أنا لا أريد أن ألقي اللوم. يعني سوء الشوارع ممكن أن يؤجل أو يخفف من العقوبة على المواطن؟ يعني قلت لماذا نستبق الأمور؟ يعني خطة مديرية المرور العامة هي التوعية المرورية بداية. طيب سيادة العميد، الكثير يقول أن القانون لا يطبق على المنتسبين في القوات الأمنية مثلا، وأن توقيفهم من صلاحيات وزارتهم، أليس في ذلك إجحاف للمواطن؟ اولا التوقيف هناك معنى بالتوقيف. بالقانون ما في توقيف، قانوننا ما في توقيف. اكو جريمه مشهوده، الجريمه المشهوده عندما يضبط وتدون فاته ويطلب موافقه المرجع على اتخاذ اجراءات قانونيه بحقه، هاي الجريمه المشهوده. في حين الجميع غير مستقر الجريمه المشهوده تثبت وتضبط. متى يوقف المواطن؟ اذا كان بدون اجازه سوق، اذا حدث اعتداء، اذا حدث مشكله اخرى. لكن في الغرامات والعقوبات المرورية، المخالفات المرورية لا توجد أي مادة توقف المواطن. صلاحية ضابط المرور والمفوضية الدرجة الرابعة فقط الغرامات، حاكم جزاء فقط فرض الغرامة حتى يكون واضح، والباقي هو صلاحية القضاء، فلا ينقل لهم علينا رجاء. سيادة العميد أيضا، يعني بشأن تسديد الغرامات، ماذا بشأن هذا الموضوع؟ وفعلا هنالك يعني في ضمن هذا القانون هنالك فقرة تقول أنه في خلال 72 ساعة إذا تم تسديد المخالفة ممكن أن تكون نصف الغرامة، فعلا؟ لا هي ملزمة، أن هذا قانون وهي مادة قانونية، المادة 28 نصت عليه أنه إذا تأخر بدفع قرار الحكم، عندما يقطع قرار الحكم بالغرامة إذا تأخر عن دفعها أكثر من شهر ستضاعف لمرة واحدة. لكن إذا بادر المواطن وحضر إلى دائرة المرور في المنطقة التي فرضت عليه الغرامة وسدد الغرامة خلال 72 ساعة سيخصم 50% من مبلغ الغرامة. طيب كثير ما تغرق المناطق خصوصا المناطق القديمة أوقات الشتاء فضلا عن أوقات الزيارات، ويضطر المواطن للسير عكس الاتجاه الرونج سايد، هل هنالك استثناءات في تلك الحالتين؟ أو في تلك الحالات؟ سيدتي الفاضلة خلي يكون معلوم للجميع، المرور العامة هي من تحدد حركة السير ومن صلاحياتها تحدد حركة السير ببيانات أو بأمر السيد مدير المرور العام حصرا وفق القانون وخول القانون. يعني عندما حدث من تذكرين منطقة غرقت بالمياه، هذه حالات طوارئ نعتبرها. المرور هم المخولين بتحويل حركة السير، حال طريق محمد القاسم هسه حاليا احنا فصلنا الطريق بالنصف، يعني اللي يمشي بالنصف الاخر اللي هو اصلا ذهاب واللي يمشي وبليات هل سيحاسب؟ بالتاكيد لا، لان المرور سمحت بذلك وهي تحدد وهي تنظم هذه الحاله. لكن تساليني عكس الاتجاه، من يسال عن عكس الاتجاه، هل عكس الاتجاه انه مواطن ما منتبه ما يدرك عكس الاتجاه هو بخطوره على باقي المواطنين؟ طبعا خطوره عليه وعلى الاخرين. طيب هل ممكن انه توضع الشبكات يعني بين الاستدارة واستدارة أخرى، ممكن تعرقل دخول المواطن بعكس الاتجاه أو الرونج سايد؟ لا الطرق في بغداد كثيرة،
مئات الطرق والاف الطرق. فعلا لا يمكن وضع المشبكات الحديديه لان هذه اصلا راح تعرقل حركه السير. لكن انا نتكلم عن الثقافه المروريه، يعني كل مواطن حتى بالقياده يعني دائما يقول الكلام صفه المتكلم، ايضا السائق يعكس ثقافته ويعكس تربيته بالطريق. القياده هي فن وذوق واخلاق. نعم. طيب آلية الغاء او الملكية هل تم وجود لها؟ الكثير هنالك بين فترة وأخرى يعني تظهر تظاهرات حول هذا الموضوع، يوم يلغونها ويوم يبقونها، هل وجد حل لهذه المشكلة؟ لا، إذا تقصد العقود المرورية أقرت أيضا في القانون. العقود المرورية أقرت أيضا في القانون. نعم، هناك أمر السيد وزير الغاء في حينها قبل فترة أشهر واتباع وسائل العقود الإلكترونية. العقود الإلكترونية ماضية المديرية في الموضوع العام بإجراء تعاقد مع الشركة الألمانية اللي هي مسؤولة عن المشروع الوطني، وحين الاكتمال ينتهي العمل بالعقود المرورية. حاليا التوجيه الاستمرار بالعقود المرورية واستمرار بطباعته لحين العمل بالنافذة الإلكترونية ويعلن عنها في حينها. طيب سيادة العميد، هنالك مشكلة كبيرة جدا يمكن توافقني الرأي عليها، أنه تسقيط السيارات القديمة والاستيراد الآن هو بصورة عشوائية ودخول السيارات من كل مكان، فكيف وأيضا تكون الزحام في بغداد في العاصمة وأيضا في المحافظات الأخرى بصورة عشوائية وكبيرة وما يسبب تأخر المواطن إلى مكان عملي، هل سيكون هنالك تسقيط للسيارات كما يعني شهدناه في السنوات الماضية جدا؟ لحد الآن تسقيط المركبات مستمرين به، لكن تسأليني هل يكون إلزامي؟ لا يستطيع، هاي حرية مواطن بامتلاك مركبة سواء كانت قديمة أو حديثة، لا يمكن تسقيطها. نعم في دول كثيرة هناك محفزات، ينطون محفز للمواطن حتى يسقط مركبته، أنه يمنح مركبة محفاة الرسوم الجمركية، يمنح مركبة يدفع نصف ثمنها، يرفع يسقط مركبة، أنه تدفع الدولة قسم كسلفة إليه، لكن احنا مو موجودة هذه، فلا يمكن أن نقوم بتسقيط مركبة ونجبر مواطن على تسقيط مركبة بدون هذه المحفزات، لأن هذا يعتبر ظلم للمواطن. أما سيارات الأجرة، حتى سيارات الأجرة اللي يمضي على الصناعة أكثر من 15 سنة يجب أن ما تبقى سيارة أجرة، ما نستطيع أن نسقطها، عجب المواطن يسقطها أو عجب يغير صنفها، يعني إذا أجرة يحولها إلى خصوصي ويستمر باستخدامها. نعم، العميد عمار وليد مدير العلاقات والإعلام في المرور العام، معنا شكرا جزيلا لك.